بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 13 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. فضيلة الشيخ، هذا السائل سالم يقول: أرجو من الشيخ صالح حفظه الله أن يبين لنا المناسبة في تقديم هذه الشعيرة، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في ذكر الآية الكريمة في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، إن هذه الآية الكريمة بين الله فيه خيرية هذه الأمم على غيرها من أمم الأرض، وذكر سبحانه وتعالى سبب ذلك: تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر. القيام بهذه الشعيرة هو الذي سبب لهم هذه الخيرية. والأمر بالمعروف يشمل الدعوة إلى الله، والدعوة إلى العقيدة السليمة، والنهي عن الشرك، الدعوة إلى العمل بالسنة، ترك البدعة. المعروف يشمل كل ما أمر الله به ورسوله، فإنه هو المعروف، من واجبات ومستحبات وفرائض ونوافل، كله من المعروف. والمنكر يراد به كل ما نهى الله عنه ورسوله من الشرك والكفر والبدع والمعاصي وسائر المخالفات، فإن هذا هو المنكر. هذا شامل للدين كله. هذه الأمة لما أقامت هذا الدين صارت خير أمة أخرجت للناس. فالأمم السابقة وإن كان فيها أخيار وفيها، لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعناه الشامل ليس متحققا عند جميعهم، وإنما يكون عند بعضهم. ليسوا سواء: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلا شك أن الأمم السابقة فيها خير، لكن هذه الأمة فاقت على الأمم باجتماعها على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا سر خيريتها وبقائها. فإن هذه الأمة إذا فرطت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقدت هذه الخيرية، وأيضا عرضت نفسها للزوال. فإنه إذا لم ينكر المنكر ونزلت العقوبة فإنها تعم الجميع، ولا ينجو إلا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس ما كانوا يفسقون. فلا ينجو عند نزول العذاب إلا من كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أما من لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى ولو كان مؤمنا ولو كان مسلما، فإن العقوبة تعمه: اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اعلموا أن الله شديد العقاب. لكن في يوم القيامة يبعثهم الله على نياتهم، لكنه يأخذهم مع من ما باشر المنكر وعمل المنكر إذا لم ينكروه. ولهذا لعن الله الذين كفروا من بني إسرائيل بسبب تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ثم قال: تؤمنون وتؤمنون بالله. الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وهو مستمر. وكل ما عمل الإنسان من الخير والطاعات فإن هذا من الإيمان ويزداد به إيمانه، وكل ما فعل من المعاصي والمنكرات فإما أن يزول إيمانه بالكلية وإما أن ينقص. تؤمنون بالله، تستقيمون على ما يتطلبه الإيمان من طاعات ترك المحرمات
سمعت. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤاله الثاني يقول: أرجو من الشيخ حفظه الله أن يذكر لنا بعضا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. أعظم معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم الذي أعجز الفصحى والبلغاء واشتمل على أخبار الماضي استقبل وبين المضار والمنافع، مع أنه جاء على لسان رجل أمي لا يقوى لا يكتل على أنه من عند الله. أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتعلمه من الكتب السابقة أو من الناس، وإنما وحي أنزله الله إليه حمله إياه وبلغه للناس. فهذا أعظم معجزاته صلى الله عليه وسلم، أنه رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب وجاء بهذا القرآن المعجز من كل الوجوه. ومعجزاته صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولكن أعظمها هو هذا القرآن العظيم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل للبرنامج أرسل بسؤال يقول: لو أذن لنا الشيخ حفظه الله وتكلم عن أمراض القلوب وكيف العلاج في ذلك، مأجورين. القلوب تمرض بالكفر والنفاق والمعاصي، تمرض وتموت في هذه الآفات، وعلاجها بطاعة الله عز وجل وذكر الله. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ هذا يقول: ما رأيكم في الشروط عند كتابة عقد النكاح؟ هل هذه الشروط التي يكتبها مأذون النكاح تؤدى؟ وإذا لم يؤديها الإنسان أو يلتزم بها؟ الشروط التي تشترطها المرأة على زوجها يلزم العمل بها سواء كتبت أو لم تكتب. إذا جرى العقد عليها يلزمه أن يقوم بها. قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا. وفي الحديث: إن أوفى ما توفون به من الشروط ما استحللتم به الفروج. نعم. أحسن الله إليكم. هذه أخت سائلة تقول: هل يجوز لنا الجمع بين وقتين للتأكد من طهارة المرأة في دورتها الشهرية؟ المرأة إذا كانت عليها الدورة الشهرية فإنها لا تستعجل لنهاية الحيض حتى ترى النقاء التام وينقطع الحيض ويحصل النشاف فلا يظهر شيء بعد ذلك، حينئذ تغتسل وتصلي. أما ما دام فيه آثار ولو يسيرة فإنها لا تستعجل. وإذا طهرت في آخر وقت العصر وبين غروب الشمس إنه يلزمها صلاة الظهر وصلاة العصر، وإذا طهرت قبل الفجر فإنها تلزمها صلاة المغرب وصلاة العشاء. نعم. فقرتها الثانية تقول: بالنسبة لكفارة الجماع أيام الدورة، هل هي واجبة أم مندوب إليها؟ واجبة، واجبة وليست مندوبة، صحيح أنها واجبة. نعم. يسأل هذا يا فضيلة الشيخ عن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما عدده، ويقول: إذا خصص ذلك بيوم الاثنين ويوم الجمعة ليلة الجمعة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، وهو من حقه علينا، والله أمرنا بها. قال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفيها فضل عظيم، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، لأن الحسنة بعشر أمثالها. ويكثر المسلم من الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذكره وفي وقت غفلته، ويجب عليه الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم التشهد الأخير من الصلاة، وهي ركن من أركان الصلاة، وكذلك تجب عليه الصلاة في التشهد الأول فهي واجب من واجبات الصلاة. وأما وقتها فليس لها وقت محدد، لكن تتأكد في يوم الجمعة، في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة. وأما يوم الاثنين فلم يرد تخصيص للصلاة على الرسول والسلام عليه في يوم الاثنين، لم يرد في هذا تخصيص. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل عبد الله يقول: ما موقف المسلم من أصحاب البدع، وكيف يكون المسلم متبعا لا مبتدعا؟ موقف المسلم من المبتدعة إن كان من العلماء فإنه ينكر عليهم ويبين لهم بدعتهم ويحذرهم منها، أما إن كان عاميا فإنه يبتعد عنهم ولا يجالسهم لئلا يتأثر بهم ويظن أن ما يفعلونه أنه سنة، يبتعد عنهم. والسلامة من البدع أن يتمسك الإنسان بالسنة. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين
المهديين مهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ولا يمكن هذا إلا بتعلم السنة، الجاهل ما يتمكن منها، لا بد أن يتعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل أن يتمسك بها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة هذا السائل، ورد حديث خمس من الفطرة أو سبع من الفطرة، كيف يتعاهد المسلم هذه الأمور؟ هل هو في كل شهر أو كل شهرين أو السنة؟ تختلف هذه الأمور، منها قص الأظافر، هذا في كل ما طالت أظافره في كل أسبوع مثلا، وكذلك الشارب يقصه ويجزه كل ما طال، وآخر ذلك، وكذلك نتف شعر الآباط أو إزالة شعر الآباط والعانة أيضا، كل ما طالت هذه الأشياء وإنه يعتني بها ويصلحها، وآخر ذلك إلى 40 يوم، آخر ذلك إلى 40 يوم، ما يخرج عن 40 يوم. نعم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ، ورد في حديث فيما معناه 70 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ومنهم الذي يرقى، هؤلاء يقول 70 فضيلة الشيخ منهم الذي لا يسترقي. نعم. ومنهم الذي لا يسترقي، يقول كيف يرقى المسلم نفسه، وهل يدخل في هذا الحديث؟ حديث ليس فيه لا يرقون، فيه لا يسترقون، يعني لا يطلبون من الناس أن يرقوهم، لأن هذا في حاجة إلى الناس، وكل ما استغنى المسلم عن الناس فإنه أحسن. وأما أنه يرقي فهذا من الإحسان، يرقي نفسه ويرقي غيره، هذا من الإحسان ولا يمنع من هذا. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخ السائل يقول فضيلة الشيخ، ما نصيحة الشيخ للشباب الذين يتجولون في الأسواق ويتسارعون في الأسواق العامة، جزاكم الله خيرا؟ نصيحة لهؤلاء الشباب أن يتقوا الله وأن يحفظوا أوقاتهم، هذا من ناحية فيما ينفعهم من الدراسة والاستذكار وطلب العلم، والناحية الثانية أن يسلموا من المنكرات، من النظر المحرم والسماع المحرم والكلام المحرم، يبتعدوا عن تكسع في الأسواق، وأيضا يبتعد عن مخالطة الأشرار من المدخنين والعصاة، فإنه إذا تسكع في الأسواق تعرض لهذه الآفات كلها. على الشاب أن يحفظ نفسه ويحفظ وقته ويحفظ سمعه وبصره ولسانه كل ما حرم الله. أحسن الله إليكم. هذه الأخت السائلة تقول، إذا خرجت المرأة بغير إذن زوجها، هل لها أن تطلب من الزوج؟ نعم، يجب عليها أن تطلب منه المساعدة وأن لا تعود في المساجد الكبيرة، لا يؤدون صلاة الجنائز رغم حضورهم الصلاة، بعضهم يخرج يكون عنده شغل فيخرج، هل يأثم بتركه الصلاة على الأموات؟ لا يأثم بذلك، لأن صلاة على الجنازة فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، خصوصا إذا كان الإنسان له شغل يستدعي مبادرته فإنه لا حرج عليه بأن يخرج. نعم. يقول أيضا في فقرة له، هل أرواح الأموات تلتقي مع أرواح الأحياء في المنام حسب ما هو يشير بين الناس في وقتنا الحاضر؟ نعم، هذا له وجه، ذلك من قوله تعالى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. قد جاء عن بعض السلف أن أرواح الأموات تلاقى مع أرواح الأحياء، ولذلك تحصل الرؤية، يحصل أن الإنسان يرى قريبه أو يرى أحدا في المنام ويوصيه بأشياء، هذا شيء واقع، هذا شيء واقع مع الاستشهاد أو الاستئناس بالآية الكريمة وقول السلف لأنها تجتمع أرواح الأحياء وأرواح الأموات ثم تفترق بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول، يا شيخ حفظكم الله، بالنسبة للوساوس التي تأتيني وأنا أحاول الصلاة وأقوم بفروضي، ولكن هذه الوساوس تبعدني عن ديني، فأنا أثناء الفروض تأتيني وتبعدني عن الخشوع، فهل لي أجر إذا صددت ذلك؟ مأجورين؟ هذا واجب، أنا واجب عليك أن لا تلتفت إليها وأن تقطع الوساوس، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، تبتعد عنها وتقطعها عن نهائيا، ولا تستمر معها ولا تضرك بإذن الله. نعم. يقول، كنت أصلي خلف إمام في المسجد وقد سبقني إلى الرفع من السجود وأحيانا الركوع قبل أن أدركهما،
فهل سجدتي بعد أن رفع الإمام ماذا علي؟ نعم، إذا تأخرت من غير تعمد وإنما عذرك وأنك لم تسمعه أو بأي عذر تأخرت من أجلي، إنه يلزمك أن تركع، أن تسجد بعده، يلزمك أن تسجد بعده، وكذلك الركوع تركع بعده وتتابعه، وصلاتك صحيحة إن شاء الله إذا كان هذا لعذر. ما إذا كان هذا متعمد فهذا يبطل صلاته. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مسابقة الإمام، قال إذا ركع قال إني إمامكم فلا تسبقوني في الركوع ولا في السجود ولا في الانصراف، قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا، إذا كبر فكبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمد يقول ربنا ولك الحمد، تكون أفعال الإمام وأقواله بعد إمامه أقوال المسموعة، أما التي لا تسمع هذه ليس فيها ترتيب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل سائل يا شيخ عن حكم من دخل الإسلام ومات على الفور. من دخل الإسلام ومات على الفور، دخل دخوله كان صادقا فيه من قلبه، إنه مسلم ويدخل الجنة بإذن الله، إنه مات على الإسلام. ونحن ما لنا إلا الظاهر، فمن نطق بالشهادتين حكمنا بإسلام، فإن مات على الفور توليناه بالتغسيل والتكفين والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، وإن تأخر فإننا ننظر في عمله، إن كان بعد ما قال لا إله إلا الله استقام عليها وأدى الفرائض ترك المحرمات فهو المسلم حقا، وأما إذا كان عنده نقص أو تقصير هذا بحسب ما يحصل منه. نعم. جزاكم الله خيرا. هل لرؤية الموتى في المنام أصل إذا طلبوا منه الدعاء أو إذا طلبوا منه الصدقة؟ نعم، إذا طلبوا منه الدعاء والصدقة فإنه يدعو لهم ويتصدق عنهم، فإنهم بحاجة إلى هذا الشيء. نعم. لأنهم انقطعت أعمالهم. نعم. أحسن الله إليكم. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة، يا فضيلة الشيخ، بالنسبة لتوبة تارك الصلاة كيف تكون؟ يعني يحافظ على الصلاة ويتوب بقلبه ويستغفر الله ثم يحافظ على الصلاة في أوقاتها ومع جماعة المسلمين. التوبة لا تكفي باللسان، لا بد من العمل، يتوب إلى الله بلسانه ويستغفر، وأيضا يحافظ على الصلاة، على ترك الذنب الذي تاب منه. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء الذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وسجل هذا اللقاء زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد